بالي كل ما طليت بالي مجور بالي ما في غيرك على الحي حالي كل ما طليت بالي مجور بالي ما في غيرك على الحي الوطيس جبتو انت شيالي هم هيا يا هيا يا هل هل هيا يسلم تمك كنت بدي اقولها بس ما تتعذبي تقومي انا بجي لعندك شريف هدي يا عمو عفوا يعني بس ما بتشوفي انه كتير هيك كتير شو يعني هالحركات اللي عم تعملها الصبية اي حركات هيدي الحركات اللي فيها اشياء هيك وهيك بس نحن ضروري نغري لي في شي بدكم تلزقوه نغري نعمي الاغراءات ضروري نلزق غنيتك بعقول الناس ها بس مش فاضحه شوي اذا موش رح تكفي من وين مطرح ما وصلت من هون ما بدي كان يقول قدام الكاميرا مطرح ما وصلت بالغنيه يا هي ليك انا يلا ثلاثة أربعة حمي الوطيس أنا وقفت الصبية ما وقفت بعطيك 26 وما توقفي وتقول كات غيروا الكادر من عيدة من عيدة من نصها مع البلسين يا سلام يا سلام هوبلا أنا وين هلأ؟ انت بالبيسين مع البنت وعم بتقول حمل الغطيس الوطيس عفوا بس يعني هو عن شو الموضوع بالضبط؟ ما فسرتيلي لحتى فوت بالحال فوت بالبيسين وهلأ بفسر لك تحت بكمي وبلمته عايديك مرمر تمي